خير أطفال. صباح الخير دكتور. صباح النور دكتور. صباح النور. مشرك يا رشيقة. عسولك تاكل مازالك تاكل العسل بزاف؟ أني ناكل بزاف. يا عندك دكتور أني ناكل غير شوية نقصت. ملاح. عندكم أسئلة واحد أخرين؟ تقدروا تطرحوا لي عليها أسئلة. إيه أنا دكتور عندي سؤال مهم. الطبيب عطاني زوج ستيلوات، واحدة نديرها في الليل وواحدة نديرها في النهار قبل الماكلة، وشنو هذا الأنسولين؟ الأنسولين هذا عندنا الأنسولين سريع المفعول اللي نديروه قبل الأكل، وعندنا الأنسولين طويل المفعول نديروه خطرة في النهار، من المستحسن في الليل قبل النوم الطفل. الأنسولين سريع المفعول نستعملوه قبل الأكل ليقلل ارتفاع السكر في الدم بعد الأكل، وثاني نقدروا نستعملوه في نابورت كان مومون تاع لا جورني نقصوا منه نسبة ارتفاع السكر في الدم، يعني نقدروا نستعملوه من غير ما ياكل الطفل كي يكون السكر طالع. ثاني يبدأ المفعول تاعو ربع ساعة بعد الحقنة، ويقدر يستمر حتى اثنين ولا ربع سوايع من بعد، معدل هو ثلث سوايع. والأنسولين طويلة المفعول وهي الأنسولين اللي تقلل من تغيرات نسبة السكر في الدم، نعيطوا لها الأنسولين تاع الحياة، ونستعملوها خطرة في النهار، ومن المستحسن يستعملها الطفل قبل الأكل قبل النوم. عفوا أطفال، تقدروا تقولوا لي كي تجيبوا الأنسولين تاعكم لعند الصيدلية وين تحطوها وين تخزنوها؟ دكتور أنا نحطها في الكوزينة عادي. دكتور أنا نحطها في القزر تاع الفريجيدير. أنا نحطها في الكوزينة دكتور. دكتور أنا نحطها في الغرفة. أنا دايما نحطها فوق الفريجيدير دكتور عادي. من المستحسن نهار تجيبوا الأنسولين تاعكم من عند الصيدلية ما تحطوهاش فوق الفريجيدير، ما تحطوهاش في الكونجيلاتور، وما تحطوهاش في الباب تاع الثلاجة تاني. من المستحسن تحطوها في القجر الأخراني تاع الثلاجة، يتسمى وين حطوا فيه الخضرة. وكي تبداو تستعملوا الأنسولين يتسمى تجبدوا الستيلو هذاك، ما تعودوش ترجعوه للثلاجة، تخلوه في درجة حرارة الغرفة، بشرط هذه درجة الحرارة ما تفوت 26 درجة وتكون بعيدة على أشعة الشمس، وتقدروا تخلوها مدة شهر. ورحنا قلنا لكم اللي عندنا فريق متعدد التخصصات في علاج مرض السكري للطفل، وحنخليكم مع دكتور فرحاني اللي حيعلمكم كيفاه تديروا ولا تقنية استعمال هذه الحقن تاع الأنسولين. شكرا دكتور. شكرا دكتور. شكرا دكتور على المعلومات. شكرا دكتور. معليش نسقسيك. نعم. كيفاش ندير لبرة تاع الأنسولين ديالي؟ يعطيك صحة، السؤال هذا مهم. علاش مهم؟ على خطر لو كان الطريقة تاع الإبرة تاع الأنسولين ماهيش مليحة تنجم تأثر على صحتكم. نفهمكم وعلاش. أولا الأنسولين هذه لازم التيكة تاعها تعمل في الجلد وماشي في العضلة. ولماذا علاش في الجلد؟ خطر لو كان نقيسوا العضلة بالأنسولين، الأنسولين هذيك راح تمشي بطريقة سريعة جدا وتنجم تحبط السكر بالطريقة اللي ما كناش نستناو فيها. ثانيا الأنسولين هذه نعرفوا بلي لازم نبدلوا الأماكن تاعها. وعلاش قلت لكم تحت الجلد ونبدلوا الأماكن؟ نشوفوا الآن في الصورة هذه، شوفوا على اليسرى، شوفوا الجلد اللي راه الفوق باللون الوردي، والعضلة اللي راهي لتحت باللون الأحمر، بيناتهم كان شوية شحمة اللي عندنا هنايا تحت الجلد. لو كان نعملوا التكك ديما في مكان واحد وما نبدلوش هذا المكان، واش راح يصرى؟ راح يصرى باللي الانسولين هذيك راح تخلق شحمه، والشحمه هذيك راح تكبر ورايحة من بعد تتخزن الانسولين، الانسولين تعود تقعد في هذيك الشحمه وما تمشيش. واش راح يصرى؟ راح يصرى السكر راح يطلع لان الانسولين تعود ما تمشيش.
ومن بعد هذيك الانسولين تعود تخرج من الشحمه هذيك في اوقات وين ما كانش الفطور وين ما كانش الاكل وتزيد تهبط سكر. عندها زوج اثارات هذه الطريقه هذه اللي الاخر. لهذا الشيء لازم نبدلوا الاماكن وما نولوش المكان اللي درنا فيه تشيكا خطره حتى يفوتوا 15 يوم يعني سمانتين اسبوعين حتى 3 اسابيع. فهذه الصوره هذه تشوفوا الاماكن وين لازم نديروا، تشوفوهم بالوجه وبالخلف، تشوفوا هنا الدراعتين والفخاد هنايا وين نقدروا نديروا التشكك. راكم تشوفوا بلي كاين اماكن كثيره قبل ما باش نولوا للمكان اللي كنا في الاول نديروا التشكا. ثالثا هذا هذو الاماكن باش نديروا الانسولين هذه لازم نعرفوا نستعملوا الطريقه تاعها تاع نتاع البرا. كيفاه؟ لو كان ناخذوا هذا المثل تاع القلم تاع الانسولين ستيلو هذا، لان هذا هي الطريقه العاديه اللي راهي دوك كل اطفال راهم يديروها، يديروا بالستيلو هذا. الستيلو هذا معمر بالانسولين، نشروه هكذايا فيه الانسولين ومن بعد كي يخلص نرموه ونستعملوا ستيلو قلم جديد. راكم تشوفوا هذا القلم هذا مثلا، هذا فيه كميه كبيره من الانسولين، فيه 300 وحده 300 يونيتي. هنا في راكم تشوفوا هنايا الدرجات هادو تاع الوحدات. هذا الستيلو هذا طبعا لازم نديروا له هنا البرا تشكا باش نديروه. كيفاه هذا الستيلو هذا؟ لما ندشنوه الخطره الاولى لازم نديروا له هذا البرا هذا. راكم تشوفوا فيه البرا، هذا البرا هذا نحيوا له هذا الغلاف هذا نتاع الكاغط. تشوفوا هنايا هذا البرا هذا فيه برا داخلي، راكم تشوفوا هنا البرا هذا فيه البرا هذا الداخلي الداخل اللي راح يدخل هنا في لا مومبران هذه نتاع تاع ستيلو. كيفاه ندير؟ ندير هكذا، لازم في نفس المحور هكذا وندخل بالعقل هذا البرا. هاو البرا راه واجد دركا، ومن بعد نحي هذا ونزيد نحي هذا، هاو البرا باين. وراكم تشوفوا بلي هذا البرا هذا صغير يولم الاطفال كيما انتوما. كي نخرج الستيلو هذا من الثلاجه الخطره الاولى، ندشنوه يعني كان في الثلاجه، كان قاعد في الثلاجه ندشنوه، واش نديرو؟ لازم قبل نتاكدوا بلي ما كانش الهواء هنا داخل البرا، على خاطر باش نكونوا مأكدين بلي رايحين نديروا تشكا نتاع الانسولين ماهيش تاع الهواء. واش نديروا؟ عندك هنا مؤشر، هذا اللي به اللي نحسبوا الوحدات اللي نديروا بهم تشكا. واش راح يصرى هنايا؟ نديروا هنايا نحيو بهذا المؤشر هذا، نحيو كي يكون جديد نحيو واحد 5 وحدات ونرموهم بهذا البوتون هذا الزر هذا، نرموهم. راكم تشوفوا القطرات تاع الانسولين كي يخرجوا، نكونوا مأكدين بلي ما كانش هو هنا داخل البرا. ومن بعد بالعقل كي نخرجوا هذا، راح يرجع للصفر. ثانيا كي يكون القلم هذا ماشي خطره الاولى، زعما غدوه غير غدوه مازال ما خلاش ونستعملوه، كل صباح كي نبداو النهار جديد نزيدوا نخرجوا زوج وحدات باش نتاكدوا على الهواء هذاك. واش لازم تعرفوا؟ بان هذا القلم هذا كي يكون جديد يطلب الثلاجه، وكي يكون يبدا استعمال تاعو يطلب مكان مغطي من الشمس، وبالاحسن اللي ما يكونش سخانه فيها بزاف. حنا نقرنوا تحت 30 درجه سلسيوس درجات تاع الحراره. هذه باش نتكلموا على ستيلو هذا. قلت لكم على البر اللي باري هذو، هذا البرا هذا
عرفوا بلي هذيك البرا هذاك اللي وريت لكم البرا هذاك دوك نوري لكم التصويره اللي تشوفوا فيها البرا راكم تشوفوا 4 مليمتر حتى 8 مليمتر 8 مليمتر 6 مليمتر هادو معمولين للاطفال الكبار اللي عندهم 15 سنه ولا عاملين الكبار الناس الكبار ولكن لكم هذاك اللي راه على اليسرى تاع 4 مليمتر هو اللي والم شوفوا الجهه الفوقانيه تاعو هذيك لو كان نضربوا بها تشكا كل خطره رايحه تحفى واش ديروا من بعد توجعكم على بها نقول لكم بالاحسن كل ما نديروا تشكا نبدلوا البرا واللي ما يقدرش خطر على حساب الامكانيات على الاقل كل نهار يبدل هذا البرا هذا فهمتوني درك نجوزوا الطريقه تاع التشكا هذه كيفاه نعملوها كيفاش نعملوها شوفوا هذه الصوره هذه باش نتاكدوا بلي ما راناش داخل العضله كما قلت لكم مع الاول باش نتاكدوا لازم نحكموا الجلد كما راكم تشوفوا هنا وانا نوري لكم عليا شوفوا نحكموا الجلد هنايا بين صبعتين هذو يعني هذو يقولوا لهم الابهام والسبابه لو بوس اي لاندكس بالفرنساويه هذه الطريقه هذه تسمح لنا باش ما نقيسوش العضله وتزيدوا باش نتاكدوا باش تكون باش يكون تاكيد بلي ما راناش في العضله ما نضربوش التكا لا بالطريقه العموديه لا بالطريقه الافقيه نديروا ما بينتهم كما راكم تشوفوا في الصوره تقريبا 45 درجه هذه هي الطريقه تاع تشكا تاع الانسولين تاع البرا تاع الانسولين المخيره باش تتفاداو على كل المشاكل اللي يقدروا يجوكم هذه هي. شكرا دكتور شكرا يسلمكم موضوع اليوم كان جد مهم بالنسبة لأرنوب الأصدقاء ديالو باش نحقق الهدف الرئيسي في العلاج اللي هو توازن نسبة السكر في الدم وراح يكون موضوعنا الجاي هو انخفاض نسبة السكر في الدم كونوا معنا.